طب كابتن وليد، يعني برضو انت من الناس اللي لعبت مع كابتن حسام وشفت تجربته عن قرب، يعني خليني اسالك عن تجربه كابتن حسام حسن الاولى مع الاتحاد. 35 مباراه فاز في 12 وتعادل في 13 وخسر في 10 مباريات، سجل 40 هدف الفريق معاه واستقبل 34 هدف. تجربه حسام حسن الاولى هل تاثر على تجربته الثانيه؟ لا خالص. يعني الاول الف مبروك كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم وكل الجهاز، مدرب كبير طبعا وجهاز جهاز كله دولي، يعني دي حاجه برضو تدي قوه للجهاز الفني، كابتن حسام وكابتن ابراهيم، كابتن طارق سليمان، كابتن حسن مصطفى، كابتن عماد المندوه، كلهم حتى الكابتن وليد بدر في الناحيه الاداريه، كلهم لعيبه لعبت لمنتخب مصر، لعبت لانديه كبيره، راحت لابعد ما يكون، فبالتالي الجهاز قوي. مشكله نادي الاتحاد السكندري بس، لان انا طبعا كنت موجود وعصرتها برضو كلعيب وكاداري، لازم تشتغل على مشروع. طول ما انت بتشتغل على نتائج انت في الاخر هتعدي سنين طويله وفي الاخر هتبقى في نفس المشكله. ان انت بتكسب بتفرح، بتخسر الدنيا بتتقلب، المساله محتاجه لازم 3 4 سنين الاستقرار. انا كنت اتوقع ان الكابتن طلعت يعني يقعد مده، ما كنتش اتخيل ابدا انه يقعد سنه ويمشي. متوقع ان هو يعني تجربه تطول شويه، يعني واحد من ولاد النادي، مدرب كبير طبعا مخضرم. خد بالك انا ليه قلت لك التجربه هتختلف، التجربه الاولى عندي، لان الظروف مختلفه. يعني مع كامل احترام لكل الاشخاص، لكن ما كانش في ناحيه ماديه خالص قبل كده، كان في مشاكل كتير. صح كان حتى في مرتبات الجهاز نفسه يعني كان في معاناه شديده. صح. وعلى فكره انا اشتغلت كده واشتغلت كده، اشتغلت مع الكابتن مختار في ظروف صعبه جدا، واشتغلت مع الكابتن حلمي في ظروف كويسه جدا. حلو. ففرق الاداره، لا يعني انا شايف ان الكابتن حسام حسن ما عندوش اي حاجه تعوقه عن انه ممكن يقدم فترة جيدة وممكن ينافس على بطولة وممكن يخش مربع ذهبي. ليه بقى؟ أولا أنت مستلم في توقيت رائع. صح. أنت اللي هتجيب اللعيبة الجديدة، هتعمل فترة إعداد، أنت اللي متحكم في مقاليد الأمور كلها، عكس ما بتيجي في نص الموسم بتبقى خلاص مضطر، بتبقى أنت خلاص مضطر على اللعيبة دي. دي نقطة مهمة. النقطة الأهم أن مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ محمد مصلحي هيوفر كل حاجة. لكن أنا أتمنى بس أنه يشتغل على مشروع. يعني أنا عندي مثلا سيسيه وخالد قمر وأحمد رفعت، دول عناصر أساسية، منهم اتنين إعارات. صح. رفعت أحمد رفعت وسيسيه، هعمل فيهم إيه؟ هم قاعدين ولا ماشيين؟ قاعدين ولا ماشيين؟ هشتري ولا أسيبهم؟ طب الولاد الصغيرين اللي طالعين زي عبد الغني محمد وراشد وحجي وكل الولاد دول عايزين فترة. طب هعمل إيه في حراسة المرمى؟ طب هعمل إيه وهكذا. أنت محتاج تشتغل على مشروع. كمان الكابتن حسام نفسه بصراحة بجهازه محتاج بطولة. يعني تفرق معاه كتير جدا. يعني الكابتن حسام مدرب كبير جدا، بيقاتل في كل الاماكن. مش عايز اقول لك يعني وهو بيلعب معانا خماسي في الاهلي، والله حاجه صعبه جدا. صح. يعني يلم الفرقه ومش عايزين نخسر. يا عم احنا جايين احنا بنلعب خماسي، يعني ادي كوبري يعمل 1 2 يعمل لا مش عايزين نخسر. فهو عنده حماس شديد جدا. صح. لاي مكان بيشتغله، بس برضه محتاج بطولة، لأن البطولة وأنت مدرب بتتقل جدا. مش عايز يعني كلام. بتخلي هو تجاربه كتير لكن لسه مفيش بطولات، فأكيد تفرق معاه بطولة. بالظبط. فهو بيبقى متعصب، عشان كده هو بيبقى بيدور على بطولة، وفي نفس الوقت النادي ما بيستحملش. صح. يعني جماهير النادي ما بتستحملش، مختلف تماما الوضع عن الإنتاج الحربي. الإنتاج الحربي الدنيا رايقة وهادية. صح. وإدارة مستقرة وإدارة محترفة، من أحسن المؤسسات اللي موجوده في الكوره في مصر. مفيش تدخل، مفيش اي حاجه، قصه هاديه جدا، مفيش لعيب ليه مليم. صح. انت بتكسب النهارده، تاني يوم بتجيلك المكافاه بتاعتك، الامور هاديه جدا. لا قدر الله في نتائج مش كويسه، بيبقى في استقرار وبيبقى في هدوء، وده حصل مع الكابتن مختار. جميل.